في المنتخب في المونديال لو سيما نحكي يا شوي على كيف سيما تعتبر وقتها ظلمت انه خاصة لعب عليه وهو مضروب معناها ما تفهمك اللي جات شوية في حقك انت. كما قلت لمعز نسألني نفس السؤال في الكوب دي موند الغلطه نتاعي انا انه ما ماركيتش بوانيت في الماتش اللي قبل الكوب دي موند الحقيقة معناها اليوم اونترونور داخل على كوب دي موند عندك دو لاتيرو علي وسام الحداد تختار واحد شكون مش هلعب هو الحقيقه كنا براتيكمون فرد معناها عندنا نفس لي بوان معناها شكون اللي باش يربح دي بوان في الماتش اميكال الاخر هو اللي باش يبدا الكوب دي موند فهمت. انا ماتش البرتغال معناها نقول ما عادي ما فيش حشمة هذا اسلام عديت ماتش خايب ما كنتش في التوب نتاعي فهمت انا اكزيجون مع روحي على الاخر معناها انا كي نغلط وكي نلعب بالخايب مش قضيه فهمتني فهمتك. في كاس افريقيا كيفاش تحكم على روند مون عطيتهم فهمت ها روند مون تاعك في الكان كيفاش تحكم عليه راضي على روحك راضي على روحي الحقيقه في الكان معناها راضي على روحي انا كديفونسور وكديفونس كامله من الاربع ديفونس اللي لعبنا عملنا اللي علينا ومن بعد معناها ما نقول بالحقيقه كوب دافريك كي توصل دمي فينال بالنسبه لي انا كوب دافريك ناجح من بعد لعبيت ممكن ما احنا ما لعبناش بالكدا ولا مي كوب دافريك توصل دمي فينال وتخرج كونتر السنغال هكا معناها فهمت؟ ظلمنا هذا البيت بالحقيقه بينالتي اي يعني على البينالتي علي كان ينجم يعاونه في الكوب دافريك ايه ايه علي اسمع لو اسلام انا نفس نلعب بوست انا وياه ولا ايه انا بالنسبه لي علي معلول من احسن ما فما راهو في من احسن ما فما من اللي بدات الكوره في تونس كارير جوش الحقيقة اسو بوان بيان سور شوف يلعب كان كابيتان في صفاقس ورا اللي هو جوار معناها تري او نيفو وكي يلعب تو في الاهلي معناها بارمي لي ميور في الاهلي علاش معناها باش كل واحد ياخذ حقه الحقيقه معناها انا علي يعجبني بالكدا نحبه حتى كانسان معناها تحفون برشا اش قالك في الكومباريزون ديما بيناتكم جماعه تحب علي جماعه تحب اسامه انت وين تحط روحك انت تلعب ولا هو؟ انا الحقيقه والله شويه هو السؤال شوف الكوره باش يجي نهار وتوفى ولا معناها الكاريير باش يجي نهار وتوفى هو ريدغوش فينا ريدغوش اليوم عندنا كونكيرونس بركة مانيش فرد جمعية عندنا كونكيرونس في ليكيب ناسيونال وكل واحد يحب يلعب في ليكيب ناسيونال صحيح مانيش لا انا باش نقرر لا هو يقرر فهمتي تحكيو فيها النقطة هذه حكينا فيها بيان سور نحكيو فيها مش برشا مرات مي نحكيو معناها حتى كي يلعب نورمال معناها نتمنى له ديما يلعب باش يلعب بالكدا خاطر ليكيب ناسيونال الاخير كي ما تلعبش مش معناها هو لعب روحه وما لعبكش انت لونترونور ما لعبكش انت ولعبه هو كيما مثلا بار اكزومبل كاسبر جاك لعب علي جيريس لعبني انا فهمت وباش نعطيك بار اكزومبل علاش لعبت انا في الكوب دافريك خاطر عديت ماتش باهي كونتر زي وعديت ماتش باهي كونتر كرواتيا ماركيت البوانيت اللي حكيت لك عليهم فهمتك البوانيت اللي لعبتهم انا باش نسالك سؤال وانت تحب تجاوب ولا تحب لا ها؟ بس السؤال وانت تحب تجاوب سينو تقول لي ليه ما تخصنيش ما نحبش نجاوب. باه. هل صحيح انه علي طلب بيلعب كاساسي باش يمشي للكان؟ ما فهمتش. طلب بيلعب كاساسي قبل ما نمشي للكوب دافريك، علي كي سمع انك انت باش تلعب اساسي هو قال لي ما نمشيش بناك. لا مش صحيح. لا مش صحيح. ما اسلام ما تسمعش العباد معناها لا خليني نقول لك على سالتك انا سالتك خاطر الكلام هذا وقع تداول وهاك انت فرصه باش توضحه معناها مش رايي انا ولا سمعت انا ولا لا ما مستحيل ما ينجم هو علي بيدو ما نجمش معناها يقولها ولا يعملها خاطر نحن كجوارات ما تنجمش تجي في ليكيب ناسيونال معناها بلاد انت تمثل بلاد اليوم صحيح هذه في جمعيه تنجم تدلل انت على جمعيتك تيجي الجامعه تقول نحب نلعب مي في ليكيب ناسيونال انت تجي 100% 1000% بعد تلعب تعطي ما عندك ما تلعبش لازمك تكون فرحان وفخور حتى كما لعبتش انت من احسن 18 موجودين في كل البريود هذيك معناها اليوم نعطيك اكزومبل انا اليوم من 2015 في ليكيب ناسيونال عندي 24 ماتش ليكيب ناسيونال
انا بالنسبه لي انا 24 ماتش مش برشا. خاطر ممكن كان لعبت استاجيت الكل اللي مشيتهم راني تو فايت 60 ماتش فهمت؟ صحيح علي بدا او قبلي اكبر مني، هو اكبر مني بعامين بدا قبلي فهمت؟ انا جاتني بيريود عديت براتيكمون عام بعيد عليك ناسيونال كي ضربت كروازي، معناها سي نورمال اليوم ديما فما انا ساعات نفوتو شويه هو يفوتني. اسمعني اسمعني اللي فيه الفائده خويا، عندنا زوز من احسن ما فما البوست هذيك متهيئين عليها في ديك ناسيونال. الحمد لله ان شاء الله نكون انا، معناها انا ولا هو نكونوا ديما في ديك ناسيونال. حتى معناها حتى فما ديزاري ريغوش اخرين باهي، نتمنى لهم. اعطيني شكون ينجم يقلقكم في ريغوش؟ شفاش يقلق؟ كونكيونس في كونكيونس يدخل معكم شويه في كونكيونس نقولوا مش يقلق. والله فما شكون مع الحقيقه الخمس سنين نحكي لك عليهم معناها براتيكمون تعديت انا وعلي خاطر معناها ديما انا وياه فهمت. توا ما تشوفش شكون ينجم يدخل معاكم شويه في كونكيرونس؟ ما انت ما نعرفش والله لا نعرف الحقيقه في تونس مانيش نتبع برشا معناها براتيكمون بعدت على تونس برشا. مي فما جوري فما ديزاري الجوش باهيين يعني علي العبدي بي علي العبدي باغ اكزومبل انا نحبه بي علي العبدي معناها ريال جوش بي بن محمد مثلا بن محمد كيف كيف مي بن محمد بولي فالون معناها حتى كي يجي لك ناس انا مش ريال جوش يلعب مليون تيران باهي وسام عندنا حق في ساعة باش تقص وعندي أسئلة نتاع عباد وكويز مازال جست نعاود لانس اللايف نكملوا معاه ما بعضهم باهي خويا باهي ما ماكش عندكش انجاجمون ولا حاجة لا لا قداش معناها باش نعمل تقص وتعطلنا قداش نقعد؟ مش برشا 15 مينوت 20 مينوت باهي اوكي خويا تدلل ساعة اوكي عاشق.